لأن الوقت الحلو دائما يداهمنا، فبسرعة مع جيمي هيقول لنا إيه المشكلة اللي في الأهلي في إنهاء الهجمات وكيف يتم حلها. اتفضل يا جيمي. بص يا كريم، هنعرض أرقام الأهداف المتوقعة، يعني نبسطها للناس، يعني إيه هدف متوقع؟ يعني جت فرصة والجون فاضي، دي المفروض إن هي نسبة دخولها 99%، بتتحسب إن هي بوينت 99 المفروض هدف. ماشي. وتمشي كده بالتدريج بحسب سهولة الفرصة أو إمكانية دخولها. دي يعني إيه expected goals؟ اللي هي الأهداف المتوقعة. الأهداف المتوقعة دي هتطلع على الشمال وهيطلع قصادها الأهداف. ماشي. وهتلاقي مفاجأة في الأرقام، رغم اعترافي الكامل أن الأهلي يعاني بشدة من الموسم الماضي في ترجمة الفرص لأهداف، المفاجأة أن فرصك بقت قليلة فبقت الترجمة أفضل. طب إيه اللي بيعمل الجاب ويخلي الناس طول الوقت ده بتيجي فرص وبتضيع؟ المباريات السهلة. يعني دي الفرص بتاعه المباراه عبال ما يحضر معانا يا زون. الارقام برضو اللي بيقول عليها جيمي، عبال ما يحضر معانا الارقام، دي كره حسين الشحات اللي اتحطت ماشي الفريم بسرعه عشان الوقت. طيب دي كانت الكره. التصرف دايما او القرار دايما عند النادي الاهلي يا كريم هو الازمه، ان انا بحاول ازاي احول الكوره اللي اتحطت في التلت الاخير لفرصه، هي دي المشكله. يعني هنا كهربا اتصرف في الكوره متاخر، هو لو حطها بوش رجله. دي الارقام نروح لها على طول عشان هما كده هما كده على ضوء عشان الوقت. بص يا كريم، مودست جاب كام جول؟ جاب جولين. الفرص اللي اتيحت ليه انه يجيب كام جول؟ 2.18%، يعني تقريبا 100% تقريبا. ماشي. احمد عبد القادر ما سجلش، ده تحت الرقم. ماشي. حسين الشحات المفروض يجيب 3 جاب 2، تحت الرقم. كريم فؤاد المفروض يجيب اقل من جول، جاب جول. كهربا المفروض يجيب 7 جاب 6. بيرسي تاو المفروض يجيب 3 جاب 5. رضا سليم اقل من جول، جاب جولين. صلاح محسن اقل من جول، جاب جول. طاهر محمد طاهر مفروض يجيب جول، جاب جول. السلام على العظم. حلو. ده بيقول لك ايه؟ ايه بقى؟ انه الفرص اللي بتيجي اجمالي المباريات وسهوله او صعوبه الفرص في الاخر اترجمت لاهداف. طب هل ده معناه ما فيش فرص؟ الناس اللي بتتفرج دي مش عارفين حاجه؟ لا، في فرص، لكن الفرص الكتير اللي بتضيع في المباريات السهله او استثناء. تتكلم على الشوط الاول امام سان داونز، ميدياما، سان جورجي المباراتين، ومباراه النهارده، من اجمالي كام؟ 16 مباراه. كان في مباريات تانية زي مباراه سموحه، والناس ترجع لمباراه الجونه، مباراه الاسماعيلي، حتى وانت بتدخل 3 اهداف انت ما بتضيعش. ليه؟ لانك ما بتخلقش. هنا انا بقول ايه؟ ما بقولش ان الاهلي ما عندوش ازمه تهديفيه، الاهلي عنده ازمه هجوميه في صناعه الفرص ثم ازمه تهديفيه، يعني عنده مشكلتين مش مشكله. فاحنا هنا راينا مش متعارض، هو انا شايف ان القصه اوسع من قصه تحويل فرص بس الاهداف، صناعه الفرص فيها ازمه في النادي الاهلي باستثناء المباريات السهله اللي بيبقى الدفاعات اللي قدامك عندها مشاكل كتير فبتقدر تتعامل معاها انك بتخلق كتير، ودي الفرص طبعا لو معانا وقت. دي واحده من الكور اللي كان فارعونا اصلا في تصرف بيرسي تاو. التلت الاخير نفس القرار، 4 على 3 وتاو كان عنده قرار يحطها لحسين من الاول، وكان عنده قرار يدي كهربا انفراد، وكان عنده قرار يقف عليه ويعمل الترن ويحط لها امام عاشور، ما عملش حاجه من دول، حطها ورا حسين الشحات. وبقيه الفرص طبعا اللي ظهرت في المباراه عشان الوقت بيجري. طيب